حيول جل ممرات يا حي مركب الذلايل. وبركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في هذه الانطلاقات المستمرة والمتواصلة في عاصمة الميادين ميدان الوثبة، لينطلق شوطنا الخامس عشر على بركة الله وتوفيقه للحول المحليات الأصايل، وشوط خاص بالإنتاج والمنتجين. في هذه اللحظات نتقدم مع حضراتكم لنتابع هذه الأسماء، لنتابع هذه الشعارات الحاضرة في صباح هذا اليوم. أول المراكز هنا أتابع انطلاقة سمهرم راشد بن محمد بن غالب المنصوري، مقدما لنا شعاره، مقدما لنا سمهرم على المركز الأول في هذا الشوط. المركز الثاني الحاضرة هنا زمايم القادمة بشعار مبارك بن بخيت باللوتيه العامري، مقدما لنا شعاره في هذه اللحظة. المركز الثالث الحضور من غزل القادمة في هذه اللحظات، ويقدم غزل جابر بن خادم بن عويفر المنصوري، وشعارك يا بالعوفري هو القادم، هو الحاضر على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع القدوم من خيره محمد بن صالح بن جابر العامري، يقدم لنا شعاره يا سلام. المركز الخامس الحضور في هذه الأثناء في هذه اللحظات، هنا شعار سلطان بن علي بن تريم الاكتب من يقدم لنا شعاره، من يقدم لنا في هذه اللحظات انطلاقته مع المركز الخامس. يقدم لنا زهرة في هذه اللحظات. المركز السادس الحضور من شهامة حمد بن خميس بن مبارك الخيلي، يا سلام. أتابع القدوم مع المركز السابع في هذه اللحظات، هبايب محمد بن خلفان بن محمد الغفلي يقدم لنا هبايب، بينما الحضور بينما القدوم من همسة بشعار محمد بن سليم بن حمود الدرعي، من يقدم لنا شعاره، بينما الحضور في هذه اللحظات من المارية سعيد بن سالم بن دربش العامري، وعاشر المراكز عاشر التحديات. أتابع مياسة حمود بن علي بن حمود الكلباني مقدما لنا شعاره في هذه اللحظات. هكذا النداء لهذه الأسماء، لهذه الشعارات المتقدمة، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى سمهرم راشد بن محمد بن غالب المنصوري، من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. بينما القدوم مع المركز الثاني، من غيرت في هذه اللحظات واحتلت الصدارة، أتابع زمايم، زمايم بشعار مبارك بن بخيت باللوتية العامرية. المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات، والحضور من خيره القادمة بشعار محمد بن صالح بن جابر العامري، من يقدم لنا خيره، بينما المركز الرابع القدوم من غزل، القدوم من غزل جابر بن خادم العوفري المنصوري، من يقدم لنا شعاره، من ينطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس القادمة شهامة بشعار حمد بن خميس بن مبارك الخيلي، والقدوم أيضا والحضور من زهرة بشعار سلطان بن علي بن تريم الاكتبي، وكذلك أتابع من حضرت، من وصلت مياسة
حمود بن علي بن حمود الكلباني، وكذلك القدوم والحضور من هذا الشعار القادم والمتواجد في هذه اللحظات ليتقدم. القادمة في هذه اللحظات المارية سعيد بن سالم بن دربش العامري، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى أول الأسماء، العودة إلى أول التحديات. نقترب وإياكم من لوحة الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الحول، انطلقت في هذه اللحظات. زمايم يا زمايم، مبارك بن بخيت باللوتية العامرية بدأ يطلق له العنان، بدأت تنطلق نحو الانتصار، بدأت تنطلق نحو الفوز. زمايم يا باللوتية زمايم، انطلقت والعصا في البطن، انطلقت والعصا راكدة، العصا آمنة. المركز الثاني القادم أخير، خير يا خير، محمد بن صالح بن جابر العامري، والقادمة سمهرم راشد بن محمد بن غالب المنصوري. ولكن روح يا بلوتية، روح روح للفوز يا مالك. زمايم 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 على الصدارة، زمايم طارت، زمايم اقلعت، روح يا بلوتية، روح روح يا مبارك، روح مبارك بن بخيت بلوتية العامري يقدم العروض الكبيرة، يقدم لنا العروض الخطيرة في الأمتار الأخيرة، في الأمتار المجنونة. يا سلام يا بلوتية، سلام على الانتصار يا مالك زمايم. ما هذا الإبداع، ما هذا الإمتاع، سلام يا بلوتية، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أوصلت شهامة حمد بن خميس بن مبارك الخيلي، المركز الثالث سمهرم راشد بن محمد بن غالب المنصوري، والمركز الرابع أوصلت خير محمد بن صالح بن جابر العامري، والمركز الخامس مياسة حمود بن علي بن حمود الكلباني. تهانينا لمالكي زمايم مبارك بن بخيت باللوتية العامري، قدم لنا زمايم خاطفة ناموس هذا الشوط والعرض المميز مع هذا الاسم ومع هذا الشعار. تتابعونها عبر قناة ياس. هذه لحظات الإعادة، التوقيت الزمني يا مخرجنا العزيز 8 دقائق، بالوفاء والتمام والكمال والجمال. المركز الثاني أوصلت شهامة بشعار حمد بن خميس بن مبارك الخيلي 8 دقائق و5 أجزاء من الثانية. المركز الثالث سمهرم راشد بن محمد بن غالب المنصوري، قدم لنا شعارة مع المركز الثالث. توقيتها ولحظات وصولها هنا 8 دقائق 4 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين.